بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة قصيرة، إذا قرأتها الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا بقضاء حاجتك، أي بمعنى لن تنزعج أبدا لعدم قضاء حاجتك، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يزعجك في عدم قضاء حاجتك، لا يريد أن يجعلك تغضب لعدم قضاء حاجتك أبدا، ولا تنفعل ولا تتضجر ولا تتكأب لعدم قضاء حاجتك. ما هذه السورة التي الله سبحانه وتعالى يهتم بها لهذه الدرجة، لدرجة من قرأها الله سبحانه وتعالى لا يجعله يغضب ولا يتكأب ولا يتضجر ولا ينزعج لعدم قضاء حاجته، بل يقضيها له فورا. رجاء استمعي. ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: أبى الله تعالى أن يأتي على قارئ سورة إنا أنزلنا ساعة لم يذكره باسمه ويصلي عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى في بداية كل ساعة من ساعات الليل والنهار يقوم بذكرك في الملأ الأعلى ويصلي عليك، ولن تطرف عين قارئها إلا نظر الله إليه ويترحم عليه. أن الإنسان يتمنى بأن الله ينظر إليه، ومن نظر الله إليه لا يعذبه وكذلك يترحم عليه، أي أنك تحصل بمجرد أن تقرأ سورة إنا أنزلنا. ثم قال: أبى الله أن يكون أحد بعد الأنبياء والأوصياء أكرم عليه من قراء إنا أنزلنا. من قراء من إنا أنزلنا، أي أن مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى تكون بعد الأنبياء والأوصياء في الإكرام عند الله سبحانه وتعالى. ومن أكرمه الله عز وجل لا يذله، من أكرمه الله سبحانه وتعالى لا يجعله يحتاج لغيره. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يكون عرشه وكرسيه أثقل في الميزان من أجر قارئ إنا أنزلنا، أي أن هذه السورة كافية بأن تنقذك يوم القيامة من النار وتجعل كفة الحسنات راجحة. أبى الله تعالى أن يكون ما أحاط به الكرسي أكثر من ثوابه، أي أن من قرأ سورة إنا أنزلنا كان ثوابه على قدر سعة السماوات والأرض، بل أكثر، ما أحاط به الكرسي. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يكون لأحد من العباد عنده سبحانه منزلة أفضل من منزلتي قارئ إن أنزلنا، أي أن منزلتك تكون بعد منزلة الأنبياء والأوصياء، وأفضليتك تأتي عند الله بعد أفضلية الأنبياء والأوصياء. ومن فضله الله رزقه، ومن فضله الله لا ينزل شيء من السماء من الخير والبركة والنجاح والتوفيق والعبادة والطاعة إلا كنت أول الناس في القائمة بعد الأنبياء والأوصياء. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يسخط على قارئها، أي أنه يغضب عليه ويسخطه، أي أن قارئ إنا أنزلنا لا يغضب عليه الله سبحانه وتعالى، بل يوفقه للتوبة، يرشده إلى الطريق الصحيح وإن كان مذنبا عاصيا. الله سبحانه وتعالى لا يغضب عليه، بل يغفر له ويوفقه للتوبة ولا يعود للمعصية. ثم قال: أبى الله أن يسخط على قارئ إنا أنزلنا ويسخطه. فقيل: يا ابن رسول الله، ما معنى يسخطه؟ قال: لا يسخطه بمنعه حاجته، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يجعلك تسخط بمعنى تغضب ولا ترضى وتنزعج وتتضجر لعدم قضاء حاجتك. أبى الله، كأنما الله أقسم، يعني من المستحيل من قرأ إنا أنزلناه والله سبحانه وتعالى لا يقضي له حاجته. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يكتب ثواب قارئها غيره عز وجل، أو أن يقبض روحه سواه، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب ثواب قراءة سورة إنا أنزلنا، ولا يقبض روحك إلا الله عز وجل، وليس ملك الموت. أبى الله أن يذكره جميع الملائكة إلا بتعظيمه حتى يستغفروا لقارئها، يعني الملائكة تستغفر لك أولا ثم بعد ذلك تعظم الله عز وجل. ثم قال: أبى الله أن يكون شيء من النوافل أوحى الله إليه أفضل من قراءتها، أي أن
سورة إنا أنزلنا أفضل شيء أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والأوصياء، ثم قال: أبى الله أن يرفع أعمال أهل القرآن إلا ولقارئ إنا أنزلنا مثل أجرهم. يعني أعمال أهل القرآن كم هي كثيرة في تلاوة القرآن وختمة القرآن ومجالس القرآن ومحافل القرآن، فعندما تختم هذه الختمات القرآنية الكثيرة من قبل أهل القرآن فلك أجرهم، فلك أجرهم ومثل أجرهم. فرجاء رجاء نجعل من سورة إنا أنزلناه يعني أسلوب حياة. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام، قال: من قرأ سورة إنا أنزلناه بمجرد أن ينتهي منها أنزل الله سبحانه وتعالى له صك براءته من النار. برنامج صباحات ولهية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. هذه الرواية وردت في كتاب مستدرك الوسائل في الجزء الرابع صفحة 364 الحديث 4946، وكذلك في كتاب بحار الأنوار في الجزء 92 391، وكذلك في الحديث 21. ويعني إن شاء الله أكون في خدمة يعني الخطباء والمبلغات في مسألة المصادر للاستفادة يعني منهن في المنبر إن شاء الله في خدمتكم. لا تنسونا من فاضل دعواتكم. أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.